السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة التاسعة هنتعلم فيها حركة السوشتال ازاي تجيب سوشتال. طبعا الحركة دي موجودة في لعب ياما اوي، في الفيل، كاراتيه، تايكوندو، كل اللعب، جمباز، باركور، كل حاجة. طبعا السوشتال طبعا اهي شكلها كده، اهي دي السوشتال. ازاي بقى بنعملها؟ في ناس طبعا بتيجي تعمل كده تقوم عاملة كده تقوم واقعة تاني كده، طبعا غلط. هي ازاي بقى بتتعمل؟ أول حاجة لما مثلا على ظهرك كده بتحط ايدك كده، الحركة دي كده، ولا تحطها واسعه قوي ولا ضيقه قوي. لو انت بتحطها كده هتقوم رافع رجلك كده وتقوم زق ايدك ورجلك مع بعض، تمام؟ شوف احنا مين اللي كان عايز يتعلم الايد والرجل تزقهم مع بعض، ما ينفعش تزق حاجه قبل الثانيه. دي بقى بنتمرن عليها ازاي؟ بتنام على ظهرك كده، اول حاجه بتحط ايدك دي تتعود انك مثلا تزقها لوحدها، اوبا نزق تاني طبعاً. كتر ما تعمل الحركة دي بتساعد وسطك ان يقوم القومة صح. لا لا لا. تاني حاجة جرب كده تعمل برجلك من غير ايدك، هتقوم عامل كده. شفت كده؟ شفت كده حركة الرجل جت ازاي؟ دي عشان ما نطرتش بايدك، لكن لما تنطر الاثنين مع بعض، تمام؟ دي حركة السوستة. طبعا الارض النجيلة ومقرفة جدا بس ماشي. تاني بقى نعملها تاني. دي نتمرن عليها كتير، لو انا بجيب قبة كويسة هي هتيجي معايا. اهم حاجه تعملها ازاي؟ يعني ما ينفعش تعمل رجلك كده كده وتقوم رامي، مش هتيجي. لازم تاخد لفه كامله كده، واول ما توصل هنا تقوم رامي على طول، اول ما توصل لقدام تقوم رامي، تمام؟ مرنا عليها كتير، محاوله مع محاوله، حتى لو ما جاتش اول مره مش شرط تيجي، دي محتاجه تكرار ياما كده. انتهت حلقتنا النهارده، نشوفكم الحلقه الجايه.